بدا 54 سنه انت راه مدير لا روتريت نورمالمون هذاك راه راقد وياكل في لابي تاعه راه مازال يخدم هنا في الدلاله نهار يصور وعشرة ما يصورش. هي إحدى الحالات التي وقفنا عليها في جولتنا بهذا المكان بمدينة السوغر بيتيرت، والذي حوله مجموعة من المواطنين خاصة فئة الزواولة إلى الاسترزاق من خلال بيع الهواتف النقالة ولواحقها. أنا بردو فامي بلا ما نمزوج ها هذا راني عايش خويا ها نهار كاينه ونهار مكاش حنا نتمناو إن شاء الله بربي من الرئيس اللي راه جاي يشوف فينا. فحتى ذوي الاحتياجات الخاصة من معوقين حركيا ومكفوفين فضلوا هذا المكان لجمع قوت يومهم ولو بدنانير قليلة. كون ما نبيعش باتري ما ناكلش والله ما نسعى الفطور اليوم والله العشاء والله ما نسعى العشاء هاني خبر فيك 300,000 هيا ها مينا واحد بطلتو باه نعيش هاني نعلم فيهم التجاره مانيش نعلم فيهم القرايه صاي انا داير دوم هذاك في وسط منطقه مانيش باه نتزوج ما لحقتش تما يضاع حياتي الي روتو انا والله نتمنى من الله تعاوني ودينا حال كاع واحد مريض كيما هكا اونديك صافي. هو عمل حر غير انه قد يعرض صاحبه الى خطر السجن بسبب بيع هاتف النقال قد يكون مسروقا. شري تليفون على واحد الثقة ذاك خاونه كي دير معاه؟ هي راه الثقة نورمالمون يديروا لنا قانون يحمينا يحمي المشتري ويحمي المستهلك. هم إذا مواطنون أو بالأحرى محتاجين وأرباب أسر يقتاتون من هذا العمل رغم مخاطره المتعددة فقط لأن ظروف حياتهم الصعبة أرغمتهم على المكافحة من أجل العيش بكرامة.